بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. في البداية أرحب بك في نشرة الثالثة، ونبارك لكم سعادة الوزير ونهنئكم ونهنئ طلبتنا الأعزاء طبعا في جميع المراحل الدراسية وطبعا أولياء الأمور بهذه النتائج المشرفة. سعادة الوزير، نسبة نجاح مرتفعة عام بعد عام، ولعل النقلة النوعية لمنظومة التربية والتعليم في مملكة البحرين كان لها أبلغ الأثر اليوم على هذه النتائج المبشرة والتي كان لها يعني أثر كبير في كل البيوت، في كل بيت بحريني اليوم. نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وكما بدأتم طبعا أود أن أهنئ الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، وأن أهنئ أولياء أمورهم لأن لهم دور مهم جدا وأساسي فيما وصل إليه أبنائهم وبناتهم من مستوى تعليمي متقدم. نعم. وفي نفس الوقت نبارك للجميع نجاح العام الدراسي بجميع محطاته، بحيث اليوم ولله الحمد وصلنا إلى نتائج مشرفة ومبشرة تؤكد على متانة وقوة النظام التعليمي في مملكة البحرين. وطبعا هذا كله لا يمكن أن يتأتى إلا بالدعم الكريم والرعاية السامية التي يلقاها التعليم من سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا نتائج مخرجات العملية التعليمية في هذا العام الدراسي، وخصوصا في الصف الثالث الإعدادي أي الصف التاسع، وهي تعتبر مرحلة فارقة بالنسبة للطلبة لأنهم ينتقلون بعدها إلى المدارس العليا، تبشر بالخير بشكل كبير جدا، لأن هناك ارتفاع ملحوظ بقدر 9 نقاط بالمقارنة مع العام الماضي. وهذا يعني بشكل مباشر أن مدخلات المرحلة الثانوية للعام الدراسي القادم سوف تكون أفضل بكثير من المدخلات السابقة. وهذا طبعا يؤكد أن خطط وزارة التربية والتعليم واستراتيجياتها في العناية بالطلبة والتركيز على طبعا التحصيل العلمي قد آتت أكلها، وسوف تستمر حتى ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر في السنوات القادمة. نعم. فوزارة التربية والتعليم في الواقع تركز على المدخلات حتى تصل إلى مخرجات متميزة. فكلما ركزنا على القاعدة الأساسية وسواء في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، هذا من دون شك يؤدي إلى تميز النتائج على مستوى المرحلة الثانوية. نعم سعادة الوزير، ربما مبادرات وزارة التربية والتعليم مستمرة خاصة في العناية ورعاية الطلبة. اليوم ذكرت وزارة التربية والتعليم كلمات جميلة ومعبرة بأنها سوف تأخذ بيد وتساند جميع الطلبة المتعثرين في الدور الثاني. ما هو يعني أهمية هذا الدعم الذي تقدمه اليوم للوزارة طبعا وعلى رأسهم سعادة الوزير إلى في هذه النتائج وبحصول الطلبة على النتائج المرضية؟ يعني كما تعلمون في كل عملية اختبارات وعملية تقييم هناك من يتعثر من الطلبة، وهذا شيء طبيعي جدا. نعم. اليوم لدينا نسب من الطلبة الذين تعثروا لم يتمكنوا من اجتياز المقررات والمراحل المطلوبة منهم، سواء كان في المرحلة الثانوية، سواء كان في التعليم الفني والمهني، سواء كان في المرحلة الإعدادية. وزارة التربية والتعليم ذهبت دائما على منح فرصة دور ثاني إعادة بامتحان مختلف بنفس الكفايات المطلوبة. نعم. للطلبة الذين تعثروا، هذه الإعادة وهذا يعني هذه الفرصة تتاح للطلبة من أجل التعويض. فوزارة التربية والتعليم تطرح هذه الفرصة من أجل أن يغتنم الطلبة الذين تعرضوا للتعثر خلال هذه المرحلة ما تبقى من فرص حتى يتمكنوا من اللحق أو اللحاق بركب المتخرجين. أيضا قدمنا في العام الماضي تجربة الدور الثالث، وهي عبارة عن اختبارات مماثلة للاختبارات النهائية ولكنها تطرح في شهر سبتمبر من العام الدراسي الجديد. لكن طبعا في ضوء مخرجات الدور الثاني التي نحن على اعتابها الان سيتقرر ما اذا كنا سنقوم بعمل دور ثالث او لا. في جميع الاحوال وزاره التربيه والتعليم تساعد الطلبه وتساندهم، لان هدفها الاسمى في النهايه هو ان تتاكد من تحصيلهم العلمي قبل ان تمنحهم الشهاده النهائيه، لان هذا يصب في مصلحتهم ومصلحة مستقبلهم بإذن الله تعالى. نعم، إذن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.